أكبر اقتصاد في القارة السمراء والأكثر سكاناً، يبلغ تعداد سكانها 223 ملايين نسمة، ما يجعلها في المرتبة السادسة من حيث عدد السكان في العالم. 45% من سكانها يدينون بالإسلام. تجمع على أرضها أكثر من 500 لغة ولهجة و250 مجموعة عرقية. فيها أغنى رجل في إفريقيا وهو أليكو دانغوتي، والتي تقدر فوربس ثروته ب 10.5 مليار دولار. كانت مستعمرة بريطانية وتنتج أفلاماً أكثر من هوليود. منتخبها لكرة القدم من أقوى المنتخبات الإفريقية، يطلق عليها مواطنوها قلب إفريقيا. جمهورية نيجيريا من الاستعمار والإضمحلال إلى أقوى منافسة الكبار. كيف لدولة أنهكها الاستعمار وتجارة الرقيق أن تصبح من أقوى اقتصادات العالم؟ ولماذا يتسابق عليها دول العالم؟ وما هي استراتيجية 2050 التي ستحلق بالاقتصاد النيجيري في سماء الاقتصاد العالمي؟ تأسست نيجيريا الحديثة عام 1914 بعد ضم كل من نيجيريا الشمالية والجنوبية، واستقلت عن بريطانيا في العام 1960، وتبنت النظام الجمهوري في عام 1963، لكنها اختارت أن تبقى في رابطة الشعوب البريطانية. ومن العام 500 قبل الميلاد إلى العام 200 ميلادياً سكانها قديماً شعب الناك، ثم بدأت الشعوب بالمهاجرة إليها، فقد هاجر شعب البانتو من وسط وجنوب إفريقيا واختلط بالسودانيين القاطنين فيها، وبعدهم هاجر العديد من الفلانيين والطوارق عبر الصحراء الكبرى واستقروا في شمالها في مناطق حول الغابات ودلتا نهر النيجر. كانت نيجيريا حتى سنوات قليلة دولة شبه فاشلة اقتصادياً، تحتل مراتب متدنية في المؤشرات الاقتصادية الدولية من ناحية التنمية البشرية، قبل أن تتبنى الحكومة خطة للتنمية في البشر ومواجهة الأمية التي وصلت إلى 40% من السكان. يعد اقتصاد نيجيريا واحداً من أقوى الاقتصادات في إفريقيا، ومن المتوقع أن يحقق نمواً بمعدل 4.2% سنوياً، وبحلول عام 2050 من المتوقع أن تصعد إلى قمة اقتصادات العالم. وبحسب تقرير لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز للخدمات المهنية الدولية بعنوان العالم في 2050، توقعت فيه أن تحقق اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبرى نمواً بوتيرة أسرع مرتين مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. وبحلول عام 2050 ستصبح 6 من اقتصادات الأسواق الصاعدة اليوم ضمن أقوى 7 اقتصادات في العالم، متجاوزة الولايات المتحدة التي ستهبط من المرتبة الثانية إلى الثالثة، واليابان التي ستهبط من المرتبة الرابعة إلى الثامنة، وألمانيا التي ستهبط من الخامسة إلى التاسعة. يتوقع التقرير صعود بعض الدول ذات الاقتصادات الضعيفة نسبياً مثل فيتنام والفلبين ونيجيريا في مراتب متقدمة ضمن أكبر اقتصادات العالم في العقود الثلاثة المقبلة. إن أكثر من 30% من سكان نيجيريا رواد أعمال أو يمتلكون مشروعات جديدة، وهذه النسبة تضع نيجيريا ضمن البلاد ذات أعلى نسبة رواد أعمال في العالم. وضعت الحكومة النيجيرية استراتيجية 2050 من أجل رفع المدخلات المالية في الاقتصاد النيجيري إلى 100 مليار دولار أمريكي سنوياً، وأن يسهم القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 80% من تلك المدخلات. كما تهدف استراتيجية 2050 في نيجيريا إلى الوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الكلي للبلاد إلى 7% سنوياً، وصولاً به إلى 11.7 تريليون دولار أمريكي، وخلق 165 مليون وظيفة جديدة بحلول هذا التاريخ للنيجيريين، والارتقاء بمتوسط دخولهم إلى 33,328 دولاراً سنوياً. يحظى الاقتصاد النيجيري بالعديد من الفرص نظراً لتنويع مصادره. يلعب إنتاج النفط منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي دوراً مهماً في اقتصاد نيجيريا، إذ تمثل صناعة النفط نحو 90% من إجمالي قيمة الصادرات، كما تحتل البلاد المرتبة 11 من بين كبار منتجي النفط في العالم، مع متوسط إنتاج يومي يبلغ حوالي 1.8 مليون برميل. وإلى جانب صناعة النفط،
تعد نيجيريا أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إفريقيا، إذ يسهم هذا القطاع بنسبة 15.5% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بقيمة تجاوزت 14 مليار دولار بحسب بيانات عام 2021. يعمل في قطاع الزراعة نحو 70% من إجمالي القوى العاملة، ويعتمد نحو 5 إلى نصف السكان على غذائهم من المنتجات الزراعية التي يزرعونها في أراضيهم. ومن أهم المنتجات الزراعية التي تنتجها نيجيريا الفول السوداني وزيت النخيل والكاكاو والأرز، بينما يساعد قطاع الصناعة النيجيري بمتوسط سنوي يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، ومن أهمها صناعة الإسمنت وصناعة المنسوجات ومعالجة الأغذية وصناعة التخمير الذي يعد ثاني أكبر تصنيعة للبيرة في قارة إفريقيا. يوجد في نيجيريا بعض القطاعات الاقتصادية الصغيرة، ومنها قطاع إصلاح السفن وقطاع إنتاج المنسوجات والسلع التقليدية وقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى قطاع التعدين، حيث تمتلك البلاد العديد من الثروات المعدنية مثل الفحم والقصدير والحديد والحجر الجيري. رغم الفرص التي يحظى بها الاقتصاد النيجيري، فإنه يواجه تحديات كبرى. ففي نوفمبر 2022 نشر المكتب الوطني للإحصاء في نيجيريا تقريراً يشير فيه إلى أن معدل الفقر في نيجيريا يطول 63% من السكان، أي حوالي 133 مليون نسمة يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، أغلبهم من الأطفال، وذلك إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 24.13%، مما أدى إلى ارتفاع العنف والجريمة لا سيما في جنوب البلاد. ففي حين ينعم جزء صغير من سكان نيجيريا بثراء فاحش، فإن الغالبية العظمى من أبناء الشعب يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، في بلد يعاني من نقص شديد في البنى التحتية مع عدم وصول مياه الشرب إلى الجميع والانقطاع اليومي للتيار الكهربائي، حيث يستشري بقوة الفساد المستوطن. صنفت منظمة الشفافية العالمية نيجيريا ضمن البلدان 25 الأكثر فساداً، ويعتقد على نطاق واسع أن الآلاف من رجال الأعمال في نيجيريا يكدسون أموالاً ضخمة خارج النظام المصرفي خوفاً من المساءلة. وبلغت معدلات البطالة مستويات مرتفعة أيضاً بحسب صندوق النقد الدولي، والذي يقدرها بأكثر من 22%، كما سجل الدين العام مستويات قياسية بلغت أكثر من 108 مليار دولار خلال عام 23. وسط كل هذه المتناقضات بين الأثرياء والفقراء، تحتل نيجيريا المرتبة 30 من حيث أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في إفريقيا، وتسعى نيجيريا إلى الانضمام لمجموعة الـ20 ومجموعة البريكس، كما تسعى أيضاً معها الدول في نفس التيار، ولكن من أجل اغتصاب ثرواتها خاصة بعد تقرير العالم 2050. برأيك، هل حقاً سيتربع البلد الإفريقي القابع في جنوب القارة في قائمة أقوى اقتصادات في العالم، أم أن ثرواته ستكون نقمة عليه طالما وضع الغرب عينه عليها؟ فكم من دولة مزقتها عيون الغرب.